أهلا وسهلا فيكم في الدرس الثالث، كيف تصمم جزيرة على برنامج أري الإنجن. في هذا الدرس حنطبق اللي تعلمناه في الدرس الأول من تعلمنا الأدوات. في الدرس الثاني صار رسمنا الخريطة هاي، وحنحول هذه الخريطة على برنامج أري الإنجن. خلينا نبدأ. أول إشي بنعمله في نفس الملف اللي إحنا سويناه، نختار نيو ليفل. إذا بدك تسوي ملف ثاني براحتك، اختار بيسك كرييت. نرجع لورا شوي، خلينا نمسح الأرضية اللي أعطاني إياها. نختار Select Mode Landscape. طيب نرجع لورا ناخذ نظرة. ممتاز. الآن إحنا أنا حطيت المساحات 14 بـ9، حتى لأنه إحنا الرسم اللي رسمناها تقريبا يعني مستطيلة الجزيرة تبعيتنا، فبدنا الأرض مستطيلة تكون، يعني المثلث حيكون في منطقة مستطيلة. تمام، نختار Create. الآن صارت عندنا الأرض الموجودة، خلينا نشوفها. لاحظ أنت كثير كبيرة شكلها شوي، الأرض شكله مشروع صار ضخم. بجميع الأحوال حنبني الجزيرة تبعيتنا على هذه المنطقة. الآن خلينا نرجع على Select Mode ونختار Shapes. من هذه القائمة نختار Shapes، نضيف Plan. خلينا نضيف واحد، نرفعه لفوق، نجي لفوق من هون الجنب، نرفعه لفوق شوي ونختار تكبير الحجم هون، ونصير نكبر بحجمه. هذا باخذ مجهود لانه الخريطة كثير كبيرة. نكبر الحجم كمان، اوكي، نختار الحمراء بعدين نكبر بهذا الاتجاه، اوكي. الان صار عندنا طبقتين فوق بعض، اللي هي الارضية والطبقة هاي. خلينا ننزلها شوي لتحت زي هيك، نمشيها لهون، نجيبها هون هيك تقريبا، ونشوف الجوانب. طيب خلينا نرجع نكبرها كمان مرة، نطلع من فوقها. المشروع صار ضخم عشان نتحرك ببطء. نكبر هاي هيك، تمام. الآن احنا بدينا هذا المشروع بستارتر كونتنت. إذا أنت ما بديت المشروع بستارتر كونتنت، افتح ملف جديد وسوي ستارتر كونتنت في البرنامج. اكبس واكتب ووتر. بدنا نضيف مياه المحيط، ووتر اوشن. يعني صراحة المنظر بالمرة مش جميل مش حلو بالمرة، بس مش مشكلة، احنا اصلا نستخدم هذا فقط فترة مؤقتة حتى يعني نأسس الاساس تبعنا فقط. طيب ننزل هذي تحت، اوكي اطلع. طب اوكي ممتاز. الان صار عندنا منظر على شكل المي. بدنا نبدأ الشغل. خلينا نفتح لاندسكيب، نختار سكوب تول اول واحدة، نحط نكبر برش سايز زي ما هي، خليه كمان هاد. طب نحط الان المحيط، نجي من هون نطلع من فوق. خلينا نشوف الخريطة اللي احنا سويناها تقريبا زي هيك، خلينا نحاول ننسخها. طيب طب شوي خليني اشد انا. طبعا في ملاحظة بدي احكيها، الان احنا في هذا الدرس راح نسوي كثير اندو، وراح نصير يعني راح نرجع كثير لورا، وراح نرجع نظبط ونصلح حتى نطلع بافضل مظهر للمشروع تبعنا. فعادي راح تلقوني كثير بمسح وبرجع وبعيد وبظبط. طيب خلينا نحط الفولف اقل شوي، ونيجي زي هيك تقريبا، اشي زي هيك، نيجي من هون تقريبا بهذا الشكل، نيجي من هون. طيب هذا نشوف تقريبا هي يعني من هون، مش مشكلة، خلص كويس المنظر. ندخل على Flatten Tool، نكبرها شوي. Brush Size، وين Brush Size؟ Brush Size، ناخد هاي من هون، نعبي كل الحشوة اللي جوا. تمام، نعبي الأرضية. احنا رفعنا الطبقة اللي حطيناها تحت، والآن عبينا المنطقة. طيب هيك ممتاز. خلينا نجي على Smooth Tool، نكبر البرش سايز وننعم كل اشي جبناه. هيك بكون صار عندنا المنظر احسن للشغل. بس احنا عندي اشوف انا الارضية اللي تحت. طيب بعدين بنشوف بنظبطها من هون. تمام، ننعم كل اشي.
تمام. الآن أخذنا المنظر الأول، إيش في عندنا كمان؟ في عندنا حجرة هون، حجرة هون، حجرة هون، خلينا نضيف هدول. لاحظ أنت إنه المشروع يعني المي مش على حجم المشروع، فإنه في مناطق ما راح نقدر نشتغل فيها. طيب في كمان غلط هون، تمام. نرجع الآن نصغر هاي شوي، في عندنا الصخرة هون، عندنا صخرة هون، وعندنا صخرة تقريبا هون تقريبا. بنرجع بنظبط، احنا بنكبر المساحات، بنسوي اد للجزيرة تبعيتنا بعدين. خلينا الآن نرجع نكمل. ايش عندنا؟ عندنا هون كليف اللي هي منحدر، وعندنا زي جبل هون، وعندنا هون كمان منحدر. خلينا نرسم هدول، نجيب السكوبت نفسها، نكبر الفرشاي، نبدأ نطلع لفوق تقريبا زي هيك، نجي من هون نرفع هاي من هون زي هيك، تمام. طبعا احنا زي ما حكيت راح نصير تلقونا كتير نرجع نصلح الاشي اللي بنسويه حتى نشوف افضل منظر بيعجبنا، تمام. احنا بعدين احنا عندنا هون منطقة منخفضة، منطقة يعني احنا بنوقف تقريبا هون، بنوقف تمام. عندنا منطقة كمان هون مرتفعة. طيب الآن ايش بدنا نسوي؟ حددنا الارتفاعات تبعيتنا، خلينا نجيب الفلاتن تول ونيجي من النص من هون ونكبس ونسحب تقريبا زي هيك. خلينا نرسم هاي المنطقة، هسا كل اشي بنظبطه، نعبي المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها، اوكي تمام. انا راح احاول اختصر بالفيديو قد ما اقدر، بديش اضيع لكم وقت، بس لكن انت خد وقتك وانت بتشتغل، يعني ابذل مجهود، راح تلاقي كل ما اخد وقت وانت تشتغل كل ما زبط معك المشروع وكان افضل. طيب هاي الارض اللي احنا فيها اللي حنشتغل فوقها، نرجع مرة تانية نيجي نظبط من هون، نظبط هاي زي هيك، نسوي شوية جبال هون تمام، نعمل كمان هاي من هاي الجهة زي هيك، ممتاز. نعمل هاي من هون، كأني رفعت زيادة بس مش مشكلة، هسا بنشوف تمام زي هيك. كمان أنا بدي أرفع من هون شوي، أوكي هذا كله راح أرجع أنزله أنا يعني بجميع الأحوال، راح أرجع أنزله زي هيك تمام. سموث تول، نعم الطرف اللي من هون، اوكي شكل الكاميرا فصلت ورجعت شبكت. طيب الان خلينا نشوف، نعم كمان هذه الجهة من هون صار عندنا من الجهة هاي، ممتاز اوكي. الان خلينا نشوف المنظر من فوق، صار عندنا ارتفاعات، نرفع هاي المنطقة هون كمان شوي، خلينا نرفع هاي هون، نحاول قدر الامكان نسوي اشي جميل ونقرب من اللوحة تاعتنا، مو شرط انه ناخذها بالضبط لكن نقرب منها قدر المستطاع الفكرة، يعني نسوي المشروع اللي احنا درسناه تمام. نرجع نعمل سموث مرة ثانية الجهات هاي، تمام هيك كل اشي تمام.
نيجي الآن نيجي على الإيروجين، ولا خلينا على النويز. الفرشاي خلينا طبعا هاي بتخوف طبعا، خل أفرجيكم الآلة لو استخدمناها تطلع كيف على السريع. احنا بدناش للدرجة هاي، خلينا سترينج 0.01 تمام زي هيك كويس. بس بدنا كمان نظبط هاي الفول اوف صفر واحد واحد عفوا. طيب بدناش نكون كثيرة، نشوف من هون بتبين. اوكي في شوي بلش يظهر، بدناش النويز قوي جدا، فانا بحاول دايما اتجنب ان اتعامل معه بعنف. طيب الان كمان نفس الاشي بدنا نعمل، نيجي ناخد بتعرفوا خلينا شوي نغير شوي، نطلع هاي لبرا لهون. هذي خلينا نظبط، نجي نقوي هاي، نجيب هاي لبرا لهون، وهاي كمان شوي زي هيك تمام. خلينا نجرب زي هيك. الآن نيجي كمان نعمل إيروجين، بدنا ندوب، بدنا نعمل زي طلعة هون تصير في عند الناس تطلع. فبنجيب الإيروجين نعمل زي هيك. أوكي تمام. طبعا انت لاحظ انا حاط لور هون تمام. خلينا نسوي كمان، لان انا قاعد بعمل الطريق اللي هيمشي عليه اللاعب وهيطلع عليه. خلينا نشوف هون كمان، خلينا نوسع الطريق شوي. كل اشي بنقدر نرجع نرسمه مرة تانية ونظبط اذا ما عجبنا. فانت لا تزعل اذا غلطت ولا صار عندك شوية مشاكل، لا تزعل تمام. يعني زي مثلا هون شوف، انا صارت عندي هاي النتفة بكل بساطة، يا بستخدم السموث يا بستخدم يعني سكوبت او بستخدم فلاتن، براحتك في الف طريقة تحل المشكلة اللي عندك. نرجع مرة ثانية ايروجن كمان نكمل المنطقة، انا بديش هاي تكون كتير هون. ممتاز زي هيك. طب اعطيني هاي كمان زي هيك، بدي كمان لتحت اشوف كيف صارت. لسه تمام مش مشكلة، هسه بظبطها انا هاي اللي تحت طلعت. شوف طيب تمام اكلت كثير من الارض، اكلت كثير من الارض شكلي انا، مش مشكلة صبت هون كمان. طيب اشوف هيك، خلينا نجرب ندخل باللاعب ونشوف، لما نشوف من منظور من تجربة اللاعب نعرف الأرض أكلنا كثير منها ولا لا. المساحة كبيرة جدا، فلا تعتقد إنك أكلت كثير وأنت ممكن كنت يعني طلع عني مساحة كويسة. لسه عندنا مساحة كثير كويسة، فلا فموضوع ممتاز جدا، مساحة كويسة، هاي المساحة ممتازة. طيب الآن يعني نرجع نكمل احنا هون شوي. نقوسها زي هيك تمام. طيب اوكي لعب بدأ من هون يمشي لفوق، هي اصلا ضافينها كثير، فاحنا بنعطي نعمل سلوب شوي. خليني ازود انا شوي عندي هون الارضية كثير، زودت هون، زود هون شوي تمام. نرجع نجيب ايروجين، نرجع ننزلها لتحت هاي، ندوبهم في بعض تمام. الان بعد ما عملنا كل هاد نجيب السموث بنمرقها عليها كلياتها، وهيك بكون صار عندنا منطقة ممتازة تمام. نشوف من فوق
تمام التمام. طيب خلينا نيجي كمان هسه نعمل اللي من هاي الجهة، خلينا نزود شوي الفلاتين هون حتى نزودها لفوق لهون. تمام نزود هاي كمان شوي لهون. طيب ايش نعمل؟ نعمل السموث الناعم شوي. طيب نعمل الايروجن كمان، بس المرة هاي بدنا نعمل شغلة مختلفة شوي. بدي اشوف شغلة حنسويها الان في الجهتين. تمام قوي لي هاي زي هيك، بسم الله. اوكي بدي احاول اعمل الشغلة من اول مرة، بديش اضل اعيد وانا اضبط في الليفل. شوف هاي سلوب. طيب خلينا نجيب النويز. وين النويز؟ النويز صغر لي هاي. اوكي ضعف لي هاي كمان، اكبرها. بدي اضيف شوية ارض هون، يصير في عندي شط اكبر شوي. اشوف كيف شكله هون. طيب تمام نرجع نعمله سموث. حتى تعرف تعمل الفلاتن كمان من المنطقة الواطية لور، نزله لأنه كتير عالي الشط، مينفعش يكون عالي للدرجة هاي. اوكي نرجع نعمله سموث. تمام نعم كمان زيادة. طيب الان انا بدي اعمل كمان شغلة، بدي اعمل طريق بينزل زي هيك صح؟ مش احنا عملنا هون الطريق بيجي زي هيك، خلينا نعمل طريق. نيجي على فلاتن، بس المرة هاي بدك تستغرب شوي الحركة، بدك تصير تكبس بالماوس، ضلك تكبس يعني. خلينا ننزل هاي شوي هيك، خليها على واحد. هاي صغر لي اياها، برش سايز كمان صغرها. هذا خليها هيك، هاي منيها ريز. ارفع لي كمان. تمام الأرض عالية هون عشان هيك قاعد بعاني معاها، بحاول ارفعها شوي زيادة. انا قاعد الآن تمام زي هيك، اعطيها هاي. ممتاز تمام. انتوا فاهمين انا شو بعمل صح؟ الآن صار عندنا طريق بكل بساطة. بتجيب السموث، بس المرة هاي ما بتعمل السموث كبيرة، بتخليها بنفس الحجم تبعها، بتمشيها هيك على الخفيف عليها نفس الحجم. يعني هون 773 43 نفس الحجم زي ما هي، ما تكبر كثير. يعني انت لو كبرت كمان ممكن، لكن انا بحبش ايش انه اثر بشكل قوي عليها. طيب تمام امشي شوي كمان عليها السموث. شوف هيك انعم صارت. وهون كمان هون شوي، خلي هاي زي ما هي، اعطيني انعم هون. الان صار عندنا طريق، عملي هاي هون. اخر اشي مهم يكون كتير ناعم. اخر اشي خلينا نكبر البروش سايز، نعمل من هون زي هيك، تدوب فيها ذوبان تختفي. ممتاز خلينا نشوفها من منظور اللاعب لما يلعب. منظور اللاعب بدها شوية شغل، خلينا نزيدها كمان شوي. دقيقة
هاي كبرناها كثير. كويس 600. مش هنعيد عليها مرة ثانية. طيب نيجي على الشموس ونكبر شوي الشموس نت صغيرة عشان اخلص بسرعة، بديش اضيع لكم وقت. بنمشي فوقيها مرة ثانية، تمام زي هيك. الان نشوفها من تحت، تمام ممتاز جدا من فوق، تمام. بس خليني اخفف هاي شوي عالية، وهاي كمان اوكي افضل هيك، تمام. طبعا انت كل ما اخذت وقت فيها كل ما طلعتها بشكل اجمل. طيب من الجهة الثانية من هون نعمل نفس الاشي. خلينا نبدأ عفوا فلاتن، بس نعملها بطريقة شوي مختلفة. هون بدي احاول اغيرها شوي، تعملها زي هيك، تكون عبارة عن طبقات تقريبا، تمام. فاحنا عملنا تنتين مختلفات شوي، تمام. ارفع عليها الى فوق، وهي ارفع عليها من هون كمان شوي. نرجع نعمل سموثنس، ندوبها من تحت زي ما حكينا، ونمشي سموثنس عليها من الجوانب بالطريقة هاي، تمام. نشوف المنظر من هون اوكي. خلينا نضبط هاي شوي هون اوكي، هاي من هون زي هيك، تمام. المنظر كويس مقبول، وزي ما حكيت لك انت كل ما اخذت وقت اكثر وانت تظبط فيها كل ما طلع معك المشهد افضل. هاي بدنا نطلعها لفوق كمان شوي، بتعرفوا حتى بدي استخدم الايروجن لهاي النتف اللي هون، استخدم الايروجن زي هيك. خلينا نقوي هاي شوي ونقوي هاي النتف شوي من هون، نشوف هيك، تمام. حتى بتعرف بدي استخدم الشيفت، انزل هاي لتحت كمان هيك، وارجع للايروجن، تمام. بعدين اجيب السموث وانعم كل الاطراف والجهات هيك، يكون صار منطقي كثير المنظر، تمام. انا هاي الاخيرة هون نعملها زي هيك، حتى ممكن اعمل حركة كمان، انزل انا هاي لتحت من هون، بضغط قاعد شيفت انا وانا بشتغل قاعد ضغط شيفت، بنزل هاي من هون، وبعمل كمان هاي بنزلها من هون، واجي بنزل هاي كمان من هون شوي، بعملها حادة اكثر شوي، برجع باجي سموث. خلينا نكبر شوي البرش سايز حجم الفرشاي وننعم، لا هيك كثير زودت التنعيم، مسحات خفيفة، تمام هيك بكفيها. طيب هيك الان احنا ايش سوينا؟ حطينا الطلعة اللي عندنا هون، حطينا كمان الطلعة من هاي الجهة. خلينا نظبط شوي هاي المنطقة، مش عاجبتني. خلينا ندخل على النويز، نقول له مثلا صب امسح لي من هاي المنطقة شوي، هسه شوي انا انزل لي هاي لهون هيك، شوف هيك افضل، خلينا نرجع دول فوق، قوي لي هاي،
طيب استخدم النويز، مش نعملها زي هيك، هيك منطقية أكثر. تمام أوكي، مش سيئة، كويس. تمام الآن هون كمان بدنا نرفع شوي، أنا مش عاجبني هاي الجهة، هاي الجهة حاسة صغيرة كثير، خلينا نزودها شوي. راح أرجع أنعمها الآن. أيوة سويتها سموثينج، نعمها تمام هيك. ومن برا من هون كمان كل هذا بده التنعيم. طبعا انتوا الان بتقولوا ليش انا بنعم الحجر، هو فعليا انا راح اركب عليه، يعني انا هذا بس مجرد انا بعمل قاعد اساس ابني عليه، انا لسه مفيش حجار، هذا كله انتوا شايفينه مربعات لوحة بس برسم قاعد في اللوحة تبعيتي اللي حشتغل عليها، لساتني انا ما استخدمت ولا اي مواد للمشروع تبعنا. طيب انا هيك يفترض، خليني اشوف الخريطة تبعيتنا، هاي واصلة لهون، خليني ارفع هاي كمان من هون شوي. تمام سموثنس، طيب ممكن اعمل ايروجن كمان من الجنب، اكون فاض اكثر، بعدين اجي سموثنس. تمام هيك افضل، نعم هاي مش عاجبني اللي هون، خلينا نشيل هاي. تمام ايش عندنا كمان هيك، هيك افترض انا انه احنا خلصنا، انا طبعا اختصرت كثير 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 حتى ما اضيع لكم مش وقتكم. ايش ضل عندنا في اللوحة؟ في اشي حطينا باقي الاعشاب، الطريق حطيناه، الطريق حطيناه، حطينا الصخور هون، حطينا الصخور هون، ارتفاع هون، رمل هون، رمل هون. في الحالة اللي عندنا كل اشي في مكانه موجود. اتمنى تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو، بشوفكم فيديو اللي بعده ان شاء الله، في امان الله، مع السلامة.